طبعا عندي تعليق بس بسيط لو سلطان علمني بابيات عن جيزان لكن فيها بعض الشفرات والله ما فهمنا احنا والشباب. يقول يا سلام الله عليكم يا حبايب جيتي من جيزان اهديكم عصايب ارضنا ارض مقريشي ومسكب. مقريشي ومسكب هذه ودي توضحون احنا والشباب. طارق عندك مقريشي ومسكب عند خالد عرضي. ايوه اللحن يمكن اني لخبطت بيني وبين الدم العسيريه لكن كلكم. يا سلام الله عليكم يا حبايب جينا من جيزان نهديكم عصايب ارضنا ارض قريشي ومسكب. طبعا القريشي والسكب وطبعا من نفس انواع الفل برضو من العطور اللي يستخدموها زمان العرائس وال عندنا من الطيب في جيزان. قريشي الظاهر مو موجود ولا جبنا سكب يمكن مو وقته الان لكن هو نفس الفل من انواعه يعني القريشي والسكب. لا انت رايح حبيب قلبي تفضل. هو نفس لحن الدمه صح ولا لا؟ هو نفس لحن الدمه؟ لا هذا احنا نقول له الدلع بس قريب من الدمه. نعم الجنوب. ايه انا شفت اللحن قريب من لحن الدمه. نعم اللي يستخدمونه نعم. قبائل عسير في الله. تفضل يا عادل. انا بس احترام زياره الاخوان اللي شرفونا من جيزان بس اسمحوا لي اني اوقف